يقولون كل الأشياء تحترق بالحرارة إلا المشاعر تحترق بالبرود. نعم، المشاعر تحترق بقلة الاهتمام، بالروتين، بالرتابة، تحترق بالغيرة الزايدة أو الناقصة، بالتطرف في الغضب أو الغياب أو العتب، تحترق حتى تصبح رماداً باللامبالاة أو بإغراق الطرف الآخر بشدة الاهتمام حتى يختنق. لا تتطرفوا في المشاعر حتى لا تحترقوا أنتم وحتى لا تحرقوا غيركم.